صباح الخير. صباح الفل. كنا حابين حضرتك تكلمنا عن الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن ده نوع من الهايبرتنشن اللي بيحصل ان احنا عندنا رقمين في الهايبرتنشن. ضغط الدم الانقباضي اللي بيحصل نتيجة الفنتريكولار كونتراكشن, وده اللي بيدينا الرقم اللي فوق اللي احنا بنقول مثلا 160 على 80. ده ضغط الدم الانبساطي. في بعض المرضى بيبقى الارتفاع في ضغط الدم هو في الرقم الانقباضي فقط. فعلى سبيل المثال احنا اخر حدودنا هو 139 على 89. احيانا نلاقي العيان ضغطه 190 على 80, فالتمانين دي كويسة, إنما المية وتسعين دي العالية فدي بنسميه isolated systolic hypertension, اللي هو إن الضغط الدم الانقباضي هو اللي بيكون عالي وضغط الدم الانبساطي يبقى طبيعي. وده نوع بيبقى منتشر جدا في المرضى اللي هم كبار السن, يعني عيان أكتر من 65 سنة, فممكن تلاقي إن الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن هو اللي بيبقى أكتر, وهو أهميته زيه زي الضغط العادي اللي هو اللي الرقمين بيبقوا عاليين, يعني برضو ممكن يؤدي إلى مشاكل كتير ولازم يتظبط ويوصل للتارجت والجول. تمام. ازاي الديابيتس از لينكد وذ هايبرتنشن؟ مشكله الديابيتس والهايبرتنشن ان هم دول زي التوينز, يعني زي التوائم, يعني واحد بيجي وبعدين التاني يجي وراه. مشكله الهايبرتنشن والديابيتس ان الاثنين بيأثروا على البلاد فيزلز, بيأثروا على الهارت, علشان كده بنتلاقي وجود الهايبرتنشن مع الديابيتس ايميج ريسك فاكتور فور سيريبروفاسكولار ديزيز, كارديوفاسكولار ديزيز, بريفرال ارتيريال ديزيز. ولازم العيان اللي هو عنده هايبرتنشن وديابيتس يعمل جود كنترول فور بوث هايبرتنشن اند ديابيتس فور كارديوفاسكولار بروتكشن. اوكي تمام. الهايبرتنشن ات كان ليد يعني تو سيرف كومبليكيشن اند انكريز ذا ريسك اوف هارت ديزيزز اند ديث. Yes, hypertension is not the figure per se. I mean, مش هو الرقم بس, يعني العيان ضغطه 150 على 100, 150 على 60, 150 على 160. لا, المشكلة في الهايبرتنشن هو في تأثيره على التارجت أورجن, تأثيره على البلود فيزلز اوف ذا برين, فممكن يؤدي إلى سيريبرال ستروك, سيريبرال هيموريج, سيريبرال امبولايزيشن. مشكلته على الهارت إنه ممكن يعمل اسكيميك هارت ديزيز, ممكن يعمل هارت فيلير, وللأسف ممكن يؤدي إلى سادين كاردياك ديس. مشكلته على البلود فيزلز اوف ذا رينال اوف ذا كيدني ويؤدي إلى رينال فيلير, تأثيره على البريفرال بلود فيزلز ويؤدي إلى حدوث البريفرال ارتيريال ديزيز. فالهايبرتنشن وخصوصا مع وجود الدايابيتس is a major risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease. Thank you so much, Dr. Thank you, Alia.